اسمي جورج داو، لبناني، خلقت بلبنان، عشت بفرنسا وهلا صار لي بامريكا 37 سنه. كنا بسان دييغو وهلا صفينا بباسو روبلس، صار لي هون 10 سنين، وانا وداني خيي كثير مبسوطين. عندنا واينري اسمها داو فينيردز. بتوقع من ريكاردو انه رح يسالني سؤالات صعبه. I'm ready. نحن هلا بجبل ضو، نحن هلا بين كروم باساروبلس، الوادي تحتنا، ونحن هلا على قمه الجبل 1000 متر تقريبا. هل باساروبلس دائما حلوه هالقد؟ باساروبلس بجنن. باساروبلس بتذكرني بلبنان، وبتذكرني بفرنسا، وبتذكرني بالجبال بلبنان، لانه نحن هون بالجبل و عنا هالموقع هالفيو بتجنن كل يوم. وعنا different seasons هون، مواسم عديدة. exactly. بتحتفلوا هالسنة هيدي بالعيد العاشر لوجودكم هون بباساروبلس. هالعشر سنين اللي مرقت شو غيرت فيك؟ بالعشر سنين غيرت نظرتي على الحياة، لأنه بحياتنا ما نحبينا قد ما تحبينا هون لما بلشنا هالبروجي من 10 سنين. بيقولوا انه يلي ما بيجي وبيزور هالمنطقة ما بيشعر بجمالها، ما بيشعر بعظمتها، عظمة الطبيعة. نحن هلأ انت وانا والمشاهدين طبعا اللي عم يتابعونا الليلة عم نعيش شروق الشمس، عم نعيش بزوغ الشمس اللي هي وراي، اللي هي امامك وامام المشاهدين. هل تعودت على الاستيقاظ صباحا؟ هل توعى كل يوم بالصباح الباكر؟ هل كل يوم تستفيد من هالمنظر الرائع، بتشوف الشمس عم تطلع قدامك؟ كل يوم، كل يوم. لالي ما في احلى من هالمكان، هالمحل بالعالم. لانه داني وانا بلشنا هالبروجكت من 10 سنين كنا مبسوطين لما جينا لهون، بس لما شفنا هالشمس عم تطلع كل يوم هيك ما صدقنا انه كيف طلعنا هيك محل حتى نقدر نعمل اللي عملناه العشر سنين المرقوا. الشمس بتخلي الانسان يشوف بوضوح اكتر، بصفاء اكتر، كمان بتخليه يتأمل عظمة الطبيعة. وانت بتشوف الشمس امامك شو بتشوف من خلالها؟ الله عطيك نهار تاني، كل نهار مهم، وكل نهار ببلش بالشمس وبيخلص بالقمر، وعنا القمر هون. جورج، هل انت انسان متفائل دايما؟ انا متفائل بالحياة، لانه ربينا ببيت في حب، وطلعنا محبة كتير بالحياة، والمحبة هي يلي بتخلي واحد يعتقد انه بكرة النهار بيكون احسن كل يوم، لانه بلا محبة لقلنا ما في عيشة. انت انسان متفائل وكل يوم في عندك امل جديد برغم من كل المصاعب يلي عشتها. وليلي المشاهدين وانا راح ندخل الى كواليس حياتك، وراح نمرق بالقطار السريع الى مختلف المحطات اللي توقفت عندها. ذاكرتك هل هي ذاكره قويه؟ كثير قويه. انتقائيه كمان. من بيروت الى باريس، في مدينه كان الفرنسيه، من ثم سان فرانسيسكو، سان دييغو، واليوم باساروبلس. هل انت مستعد انك تنقل تفاصيل تجربتك الى المشاهدين؟ اكيد. الحرب هي لعبه مجنونه، والوطن هو القلب، والسفر هو جواز مرور وعبور. فاصل ونواصل.
تحياتي أصدقائي المشاهدين، نحن اليوم في ولاية كاليفورنيا وفي منطقة باس روبلس تحديدا. ضيفي هو اللبناني الأصل جورج ضو. مثل ما لاحظتوا هيدي من المرات القليلة يلي منحاور أحد ضيوفنا في عز النهار وتحديدا عند بزوغ وشروق الشمس، لكن منظر من هالنوع عم بيتكرر كل يوم، لذلك نحن اليوم عم نصور في 6:30 صباحا في برد كتير. مثل ما ملاحظين نحن لابسين بطريقة غير اعتيادية، انتم معودين علي دايما بربط العنق وبالبدلة، لكن اليوم طبعا المشهد والمكان بيحتم علينا نكون بطريقة مختلفة. ضيفي يتقن اللغة العربية صحيح، لكن يفكر طبعا بالانجليزي، اذا رح يكون الحوار مزيج من العربي والانجليزي، مش الحال هيك؟ بيرفكت. الشاي عظيم بين قوسين عم يدفينا. جورج ضو، الحرب لعبة قذرة وسخة، وانت احد ضحايا الحرب اللبنانية. انت مصاب حرب منذ ما يقارب 40 سنة. الحرب غزت العالم في بقاع مختلفة وبأشكال مختلفة. ب3 مايو من العام 1973 أصبت في بدايتها مع أخواتك ميشيل ودانيال أو داني. داني أصيب بشلل جزئي بالوجه، ميشيل أصيبت بأصابع وبظهرة، وأنت أصبت بالكبد وبالرئة ودخلت بغيبوبة. هل ما زالت أصوات القذائف وقتها يلي انفجرت بتسمعها بدينتك؟ دايما. هيدي قصص، هيدي الشغلة ما فيك تنسيها بالحياة. شو بتتذكر من تلك اللحظات؟ كان عمري 12 سنة وكنت عم بطلع بالنادور، كنا عايشين بالحزمية. سمعت كما سيفلي انه صفيرة صفيرة وانفجار، وما عرفنا شو صار لانه بحياتنا ما شفنا شيء هيك قبل. نزلنا على العربية ورحنا على المستشفى الالماني حد البيت، واخذت ايدة امي وقلت لها انا ما بفتكر رح اعيش رح موت. وقلت لها no way. وهيك هيدي this moment I will never forget. ما متت وعشت وواجهت الحياة بكل تحدياتها وبكل مصاعبها، لكن وقتها أخذت القرار بالرحيل، أخذت القرار بالهجرة بالمغادرة، وأول وجهة كانت باريس. مظبوط. باريس طبعا للبناني هي المدينة أو الحضن الدافئ، كتار لبنانية ارتموا بأحضان باريس ولقيوا فيها الوطن البديل. لكن أنتوا أفراد عائلة متضامنة ومتحدة كتير، بتتحركوا سوا، بتكاتفوا سوا، ويمكن التجربة هيدا أيضا وحدتكم بعد أكتر. في كتير إشياء منحبها بحياتنا بطفولتنا بصغرنا نتمسك فيها وبتصير جزء منا ومنخاف نتركها. وتنتقلت من بيروت إلى باريس، شو أخذت معك؟ شو الشغلة الحسية الوحيدة اللي أخذتها معك؟ المحبة. بقيت معك كل حياتك. لما بتقرب على الموت تفهم انه الموت birth و death، حياة وموت بيجوا من زيت الباب. ولما بتقرب على الموت وبتفهم الحياة زيادة بتصير اكتر optimistic، اكتر تفاؤلا. exactly. يعني الحياة في الموت هني وجهين لعملة واحدة. بصير بحياتك كل يوم مهم وكل ساعة مهمة وكل دقيقة مهمة، وإذا عندك تشويس يكون عندك تكون مبسوط لما ما تكون مبسوط، دائما بتاخد القرار تكون مبسوط، لأنه ما بتعرف أمتى العيشة بتخلص. ما حدا بيعرف أمتى العيشة بتخلص، بس يلي بتعرفه إنه كل يوم لما بتطلع الشمس وانت هون عندك يمكن نهار تاني to impact humanity، لتأثر على المجتمع، لتأثر على الناس، لأنه البني آدم خلق لحتى يأثر على البني آدم التاني.
البشرية. ما خلق البني آدم حتى يكون يأثر على حاله. والمحبة بالقلب والهابينس السعادة السعادة تبع الإنسان يقدر يأثر على البشر in general. من بيروت إلى باريس أخذت المحبة معك، وجدت نفسك بمدينة بتشبهك إلى حد ما، من ثم انتقلت إلى كان اللي أيضا بتشبه بيروت. مزبوط. على شط البحر، البحر المتوسط. لكن من كان انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جامعة سان دييغو تحديدا، درست الهندسة. وقتها طلبت من خيك داني أنه يلتحق فيك، قلت له يا خيي أمريكا هي أرض الفرص، السماء هي الحدود، وأمريكا بتساع أحلامنا. ده شو كنت عم تخطط وقتها؟ بعد الأم اللي بلبنان وبعد ما رحنا على فرنسا، لما بتهاجر وبتترك بلدك بتضلك تفكر تفتش على محل بيشبه له وعلى ناس بيشبهوا له. انبسطنا كتير بفرنسا وتعلمنا بفرنسا، بس أمريكا الحلم، أمريكا الحلم لكل كتير عالم. لما كان عمري 19 سنة ترك كان وجيت لهون، وفعلا العالم هون عجبوني كتير، لأنه مش ضروري تكون تعرف هيدا وهيديك وهيديك حتى تقدر تنجح بالحياة. بس إذا أنت شجاع شجاع وعندك أمنية باللي عم تعمله فيك تنجح. بتآمن باللي عم تعمله. بتآمن عم تعمله. You believe in what you do. Exactly. So I wanted my family to experience this. And you brought up all your family. العائلة كلها جبتها من. My dream, and I wrote a letter. I still have the letter, explaining that I want my sisters to come, my parents to come, and I wanted them to trust me that we could have a fantastic life in the U.S. And this is what happened. And they believed me. So then I had the responsibility of being my word, which you measure someone by their word. It's the only thing we have. And God helped me. It was a monumental task, but it was a beautiful task, filled with challenges, filled with pain, but filled with success, which makes the pain and the challenges worth your time and your life. أنت صرت مهندس، وأيضا دانيال أصبح مهندس، لكن الوالد كان موجود. الوالد دعمكم بمبلغ $50,000 أمريكي وبحماسة شديدة، ومثل ما قلت بإيمان كبير. يعني courage and faith and passion. العائلة موجودة إيد بالإيد قلب على قلب. أسسته سوا بالعام 1989 شركة داو سيستمز، وعملته من خلال على تطوير تقنيات الانترنت للمستشفيات، وكانت شركة ناجحة رائدة، كبرت توسعت تمددت. $50,000 نجحتوا في بناء شركة بيعت لاحقا بملايين الدولارات. بدنا تفاصيل أكثر. And go ahead in English. تفاصيل of the company. Yeah. No, how things happened. Looking back, You have a feeling that life was drawn for you. And even though you thought that you were in charge and in control of your future, you realize that destiny is strong. And I think we became successful because of all the good deeds my parents did their whole life and the kind of human beings they were. And Danny and I were front and central to two human beings that came on this earth like we did nothing but help everyone and love everyone, and they showed us unconditional love. So when it was time for us to help them, we wanted to reciprocate at 100% and give them everything we had. And I think had we not had this perspective in mind, we would not have been as successful. So I think the success of Dow Systems, and to many degrees the success of Dow Vineyards,
is due to the love that we were taught by our parents that we ended up sharing with the world. So we were grown a certain way and we were raised a certain way. And the way our parents taught us is the way we end up treating everyone, whether they're employees or customers or partners or people we just meet for 5 minutes. It's just how you're raised. A tree is raised a certain way and it cannot change its true colors. Is it the Lebanese DNA? Definitely. Definitely the Lebanese DNA. This is, when you ask me what I kept from Lebanon, I have always missed that from Lebanon. The interaction with people, the heart that's involved in the community, and the softness of life when you have the type of friends that you have. How lucky have you been? You know, I consider myself extremely lucky. What is luck for you? You know, a lot of people say that luck is when preparedness meets opportunity. Granted, you know, we became engineers and we got educated and we worked very hard. I don't take that away from us. But the line between success and failure is very, very thin. And I think this is when luck comes in. And this is when providence comes in. This is where destiny comes in. And frankly, I don't believe it's in your hands, as much as everybody would like to think it is. I think when things are meant to be, they will be. And when things are not meant to be, no matter how hard you try, they're not going to happen. أنت قدري, you're a fatalist. Some people believe, and I am one of them, that we create our own destiny. You create your own destiny? Yeah. I don't believe in that. I believe that you're on earth for a job. And you don't know what the job is. Job or a mission? Mission, a job, but the evolution of humanity teaches you that you must find your job, you must find your path. And many times in life, you're not fortunate enough to find your path. And you chase too many different paths, and you exhaust yourself trying to arrive to different places. You ask me why I'm lucky. I'm lucky because I believe I found my path. At 56 years old, what is your path? I am here on this mountain. Even though this winery carries our name, even though my brother and I have shown passion to this earth and brought it to life and brought people from all corners of the earth to come see us and taste us, I believe this winery is God's winery. We're just here as vehicles and as shepherds of this terroir, of this venture, to take it to the next step and the next level, that when we go on, someone else will have to carry this torch. But while I'm here, unbeknownst to me, this was my path. And the reason I know it's my path is as I sit here on top of this mountain with you. Freezing, by the way. Freezing. Yeah. I feel at home. It's 8 degrees in the morning. The human being has a desire to belong. Everyone needs to belong. When you feel that you belong, you've arrived. Hmm. I have never felt more connected to a piece of earth as I have been connected to this piece of earth anywhere in my whole life. So looking back, how could I have guessed this? How could I have wondered that one morning I'll be sitting here with you in a sunrise in California, in the middle of the state, producing wine and enjoying it? There is no way on earth I could have guessed that. So then you ask me, how could I have created this destiny if I never knew this destiny was there? I think some things in life, when you're open-minded and you have an open heart, present themselves to you. And it's your visceral instincts and your faith and your mind and your heart that make you say, I'm going to try that. And sometimes you're right, and sometimes you're wrong. And when you're lucky, you're right. And that doesn't happen many times in life. You always repeat, and you say, this is our legacy. هذا أرثنا. شو هو هذا الأرث؟ The term legacy can be totally misinterpreted. When you ask anyone if they know 20 grandfathers ago, who was their grandfather? They wouldn't know.
So really, is legacy that important? In the grand scheme of things, and when you look at the grand scheme of things, it's not important. Legacy is every day. Legacy is how you treat another human being. Legacy is how you treat your friends, your partners, your family members. That's what legacy is to me. Granted, we did this in honor of our parents. So we did it for their legacy, not necessarily for our legacy. But in return, we have encountered such joy and happiness, and we have learned in the last 10 years, there's so much more pleasure in giving than in receiving. And it's counterproductive and it's counterintuitive to the human being that you're going to get more when you give as opposed to getting more when you receive. But I can assure you that the happiest moments of our lives is when we're in a giving mode, not in a receiving mode. George, عم تسمع زقزقة العصافير. عم نطلع بكل جنبات هذا الموقع عم نشوف لبنان كأنه موجود. عم نشوف شجر الزيتون، عم نشوف الدوالي، الكروم، العنب المتدلية من هالعرايش هيدي، وعم نشعر انه نحن بلبنان الى حد ما. الى اي درجة هالمكان بيخليك تشعر انك انت بموطنك الاصلي؟ فتشنا على المحل كل حياتنا، فتشنا بباريس، تركنا لبنان كنا صغار، تركنا أصحابنا، تركنا المدارس، تركنا ناس بنحبهم اللي حبونا، وضلينا سنين نفتش على هالمحبة ما لقيناها، ما لقيناها بباريس، ما لقيناها بكان، ما لقيناها بسان دييغو، لقيناها هون. ليش؟ When things work, you don't ask questions. It's when things don't work that you start wondering what you did wrong. بتطلع بتلاقي بكل نبتة، بكل شتلة، بكل شجرة بتشوف عظمة الرب، بتشوف نعم الله موجودة. هل فعلا أنت الإنسان المؤمن جدا؟ أكيد. القريب جدا من ربك؟ أكيد. بتشعر بهالشيء؟ أكيد. توصل على محل بالحياة تفهم انه الحياة ما بحياتك حتقدر تفهمها. مش معقول. لانه بيصير عندك قصص، بتعرف عالم، بتعرف على واحد بتحبه بدقيقة. ما فيك تفسر الحب، ما فيك تفسر. كتير قصص ما بيتفسروا. منجرب نفسرهم حتى نسهل الحياة. بس اذا تتذاكى حالك شوي زيادة بتفهم انه الحياة ما بتنتفهم. ما بتنفهم بس يمكن تنفهم بس ما بتنقال. مش كل شيء بينقال. الكلام ما بيعبر دايما عن شو في جوا بالداخل. لما بس طرق التعبير مختلفة، فيها تكون بالكلمة، فيها تكون بالمعاملة، فيها تكون بالنظرة. When someone loves you, life is beautiful. على هذه النقطة رح نتوقف مع فاصل، نرجع منتابع هاللقاء المختلف. أصدقائي المشاهدين، مثل ما شايفين ساقعة كتير، الحرارة 8، نحن حاطين حرامات، عم نرجف من تحت اللي لابسينه، بس سعادة قصوى أن نكون بهالجنة وبهالمكان الجميل جدا. استراحة، نرجع من بعدها، خليكم معنا. بعد هذه الاستراحة نعود لمتابعة هذا اللقاء الصباحي. ويبدو أن الحرارة عند انطلاقنا كانت 0 وهلأ صارت 4 مش 8. جورج ماشي الحال؟ تمام. أنت معود، بس حتى لو معود يعني بدلك بردين فيك إلا ما تكون عم ترجو في نفس الوقت. اكزاكتلي.
قلت لي قبل ما بشرنا التصوير انا مني امرؤ القيس، يعني لغتي العربيه محدوده كتير. على سيره امرؤ القيس والشعر العربي يلي انت طبعا تألفت معه وقت كنت بالمدرسه ببيروت، الطبيعه الكروم العنب هي توأم مع الشعر، هل صرت شاعري اكثر؟ هل حسيت بشعريتك اكثر بهالمكان؟ For sure. When you are fortunate enough to be a vintner and own vineyards and see the earth yield every year beautiful fruit that turns into pleasure on people's table, as well as having people come and visit you and be in awe of what's been created, it will make you a philosopher. It will make you appreciate life more. And understand the moments of life that matter, because ultimately, when you are a winery, you're in the business of making memories, provided you don't lose your own memory. You mentioned that you create your own path, and you also mentioned that every human being in life has his own mission, has a role, has a job to do in life, something to pursue. Between setting goals and reaching the goals, there is a big difference. How are you able to make it? I would love to give you a very complicated answer that highlights all the assets that we had and all the skills that we had that God gave us and all the passion that we produced here. But I will tell you that all of these things were instruments of what was written and what was meant to be. And in my heart of hearts, I know this was meant to be. Why am I here? I ask myself this question every day. And the only way I can answer it is I'm here to do something for the world, not just for me or for my brother, for our family. And the more I think about having an impact on humanity, the happier I am. The more peace I have, the more pleasure I take in living my day, because I have no regrets living the way I'm living, because it's not about me anymore. And it's very difficult because we all have egos. We're all want to differentiate ourselves. We all want to be unique. We all want to be this and that. But when you desist yourself from all these worldly rules and you start changing the momentum and saying, I live for others, I live to do, I live to impact, and you realize that the impact on humanity you have is really the existence, your reason to exist, then I think you live a great life. They say that Danny is behind the winemaking and you are the mastermind. You're the one who does the business. You're the one who negotiates. You're the tough cookie, true. I don't see myself as the master or anything. Danny, you know. So this is how people perceive you. Well, Danny and I are very close, yeah. And we're really interchangeable parts. The reason we're successful is because we are very close and we have 100% trust with one another. Sure, but you complement each other. And we complement each other. Is he the heart and you're the mind? I don't know. I don't know that it's that delineated, because Danny is as much mastermind in this operation as I do. Danny has as much heart in this operation as I do. I guess the difference is we both can do both jobs, but we both decided to take a piece of this puzzle and synchronize our efforts so we can create what we've created and the speed and the time that we've been able to create it. Danny actually is the one who wanted to make this. Danny is the one who wanted to leave San Diego and come here in the middle of nowhere, as you can see. And at the time, it made absolutely no sense to me. But Danny is my younger brother, and I love Danny unconditionally. And I was afraid, because everyone tells you if you want to make a small fortune in the wine business, start with a big fortune. So I was cautious, and I was afraid that my brother may make a mistake. So I decided to help him initially, just to help him. So I got involved in the venture. And
I would come here and I would spend a few days and I would go back. I kept going back and forth. And one morning I came to this spot with a cup of coffee in my hand and I started seeing all these birds flying at the same level. And I saw nature and I connected with this earth. Mm. And I realized that Danny was right. This was our path. It was unbeknownst to me. This was not a why project. This was a why not project for me. Within brackets, I need to mention that I have hosted Danny Dow in the year 2005, 12 years ago. And today, I'm hosting his brother, George. So it's a win-win situation, no? 1 hour for Danny 12 years ago, and 1 hour dedicated to you today. So this is why he's not with us, but he's with us in spirit, of course. Always. George, we have talked a lot so far. What do you think if we go for a drive, if you go for a ride, if you go for a walk, and if you get to discover with the public the vineyards, your domain, your estate, and how things are, and discover the beauty of nature and the glory of God? It would be my pleasure. Are you ready? I'm ready. Let's go. Let's do it. جورج، كيف أنا تتجه لهون على باسا روبليس؟ كيف اخترتوا المكان؟ داني هو اللي نقى باسا روبليس لأنه لقى المحل هون جوهرة المنطقة كلها، الأرض، التأس، السلوبس، كل شيء. وفعلا من شي 50 سنة إجا واحد اسمه أندري تشالاتشيف، هو فريمون الفونداتور تبع الكابرني بنابا فالي. إجا لهون جابوا واحد اسمه ستان هوفمان فرجي المنطقة كلها وقال لهم هون لازم يعمل كابرنيه. طيب شو هي مساحة الأرض يلي اشتريتوها؟ شي 90 هكتار، يعني شي 212 ايكرز. وش كانت قيمة الأرض؟ أو قيمة الاستثمار وقتها؟ الأرض لوحدها كانت شي 10 ملايين، بس الأرض اليوم ما بقى فيك تشتريها أول شي، بعدين سعر الشاتو كله هيدا الاستيت برايسلس لانه ما له ثمن، ما بقى له ثمن لانه قيمته كبير كثير، صرنا نحن فيه هو فينا صار قيمته واحد. من الجبل عم ننزل نحن صوب الوادي. مزبوط. هالصرح كله صار مثل ما قلت انت ملتصق باسمكم، يعني صار جبل ضو. مزبوط. الناس بتزوره من كل مكان. جورج، وقت انت بتسوق بسيارتك، شو الشعور اللي بتحسه؟ بلشنا بهالبروجكت كانوا اهلنا بعدهم عايشين واجوا لهون وشافوا شو عم نعمل. يعني هالمكان هو بيحيي ذكراهم. مزبوط. رح نتابع هالحديث واللقاء المختلف في صومعتك في باسا روبليس، بتوقف لحظات بنرجع بنتابع. بعد هالجولة الجميلة نعود لمتابعة هذا الحوار مع ضيفي جورج دو من باسا روبليس في ولاية كاليفورنيا. جورج، يقال انه هذه القرية الجميلة باسا روبليس كان يطلق عليها قديما اسم ممر شجر السنديان، The Path of the Oaks، وهي بتضم ينابيع حارة علاجية وحمامات الطين المهدئة، وعرفت أيضا باسم مدينة اللوز لأن ضمت من زمان أكثر بساتين اللوز بالعالم. مدينة جميلة جدا، مدينة جذابة جدا. هل هذه المدينة برأيك أنت بتستوعب استثمارات إضافية جديدة أم بلغت أقصى طاقتها؟ As far as investment is concerned, we totally believe that this region has huge opportunities yet. It is in the middle of California. It is still raw. It is still wild. It is 14 miles from the Pacific Ocean with absolutely a magnificent ocean to look at. And it's got great climate. It's got four distinct seasons. It's 3 hours from San Francisco. It's 3 hours from Los Angeles. You could not be in a better place in California than in Paso Robles.
weird whenever you know we mention the word investment, even if you're putting your sunglasses, I see your eyes gazing. I don't know why. This is, you know, how much you are a mastermind in business and in deals. And I love that, by the way. It's not so much deals and business. I think that the difference between an entrepreneur and a non-entrepreneur is just really one single difference only. They both have the same skills. They both have the same education. They both have the same courage. There's no difference between these two human beings. The difference in Gretzky, who's a famous skater, hockey player, said the only difference with me and other skaters is I know where the puck is going to be. And I say to you, the only gift we have is that Danny and I would come here and look here and say, we see this, and we saw it before anyone else did. Anyhow, I believe the biggest gift that you have received is that willpower to remain united, all for one, one for all. You and your sisters and brother have always been united, and this is what made your strength. وبالعربي بيقولوا وقت الاخوه بيتحدوا الجبال بتتحول الى ذهب. بدي احكي عن علاقتك باخواتك بالفقره الاخيره من لقائنا. ولاحظت اليوم انه بهذا الصباح الباكر في طيور عديده عم بتحيط فينا، يعني حتى الغراب الاسود كان في اكثر من واحد عم بيطيروا حوالينا. طبيعه جميله جدا وصباح جميل جدا مع الشاي الدافي. صرنا شايبين يمكن اربع اكواب شاي، ومع هالسقعه يلي ابدا ما عم تطلع حرارتها او ما عم بتخف ابدا، بس مجرد نكون هون هو سعاده قصوى لكل واحد منا. اصدقائي المشاهدين، الفقره الاخيره من لقائنا وحوارنا مع جورج ضو بعد هذه الاستراحه، خليكم معنا. القسم الأخير من حواري مع اللبناني الأمريكي جورج ضو. خلال الاستراحة ذكرت لي وقلت لي أنه ما في صباح مرق من 10 سنين لهلأ وفي طيور قد هالنهار هيدا، مزبوط أو لا؟ مزبوط. ليش برأيك؟ هل أجوا يرحبوا فينا يقولنا أهلا وسهلا؟ There's a huge history with birds and with the departure of my sister and my mom and my dad. So birds have always played a very interesting role, a very mystical role that's really not understood. But funny enough, every time I talk about them with emotion, the birds show up and I have no idea what the birds mean. And I can't draw a correlation with any rational mind, but my heart tells me that the departed are here. And their soul is with us, and they will always be with us. So though they're not here physically in the body, I know that the people that we've lost are not only in our heart, but they are surrounding us for the rest of our life. انتوا عائلة روحانية غير مادية، عائلة متمسكة بالتعاليم الدينية، بتصلوا، بتشكروا الرب على كل النعم، بتغفروا، بتسامحوا، بس ما بتنسوا، تؤمنون بالوزنات. إلى أي درجة هذه التعاليم أو هذه القيم فيكم تطبقوها بعالم الصفقات في هذا المحيط الجغرافي؟ We're all connected. We all were made. We all have the same God. We all come from the same place. We're all going back to the same place. So the values of faith and love that you learn in your own religion, if you truly understand it, should permeate across the universe. And you should not make a distinction about this one or this one or this one based on the religion they are, because we're all related. We're all brothers and sisters. And if you truly have love in your heart, you have love for the world, not just for your tribe or your culture or your people.
يقال أنه المسامح إنسان ذكي، هل اختبرت قوة المسامحة؟ المسامحة صعبة، صعبة لأنه the human being wrestles between living life on worldly terms or living life on eternal terms. And in my personal case, coming to the US, being schooled here, having the opportunity to go to Harvard every year, I like to think in rational terms and in business terms. And my father, at the end of his life, would help those that didn't help him. And I would fight him and tell him, why are you doing that? These people didn't help you. They were not there for you. Why are you helping them? He said, it's my heart. It's who I am. I need to do it. I did not understand that. 3 months after he passed away, I was sitting in my living room. And I was thinking, wherever my dad is now, boy, who has a better story? So my dad lived life on eternal terms. He didn't live life on worldly terms. And I learned then that this is something I need to take from him and carry forward and live life as if I'm going to be here for 5 million years, not 1 year. So in life, there are two kinds of people. There are transaction people and there's relationship people. Being a relationship person, you have to have a very, very long perspective in mind, which brings out in you the love of your brothers and sisters, the love of the person you don't know, and the ability to be kind to people that sometimes don't deserve it. Because at the end of the day, you will feel better and you will have a better story to tell down the road. انت نجحت، حققت ثروه، برمت العالم، عندك اصدقاء، بتحب، عندك إنساني بحياتك أنت معها منذ سنوات عديدة عديدة جدا، لكن بنفس الوقت بتطلع فيك بلاقي في مسحة حزن، أنت إنسان حزين. هالحزن هيدا كيف ممكن تغلبه؟ مش هو يغلبك، بتغلبه لما ما بتفكر بحالك، ما بتفكر بإنسانك، بتفكر خسرت ثلاث عالم، خسرت ناس بتحبهم. فيك تحب العالم، فيك تحب ناس ما بتعرفهم، فيك تحب شغيلة تبعولك، فيك تحب لما عندك محبة بالقلب فيك تحب كتير عالم. هو يلي بيعطيك شعور الهابينس، المتعة، المتعة، السعادة. هو 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 الحب. لما تحب حدا تحس حالك أحسن، نهارك أحسن. الحزن منه حزن إنه أنا زعلان وغيرت حياتي، بالعكس بدي أعيش حياة أحسن بعد، بدي أكون مبسوط أكتر بعد، لأنه بعرف لأنه حيجي نهار رح أرجع أشوفهم كلياتهم. وهالنهار بيجي هيك، الحياة بتمرق بالسريع. بس نحن أبناء زمننا، نحن عايشين الحاضر، ما فينا نعيش بالماضي. انت بعدك عايش بالماضي، بتحكي عن الماضي، بتحسر عليه، بتزرف دمعة، بتبكي. هوني بصومعتك في اغاني قديمة من الماضي، يعني بسمع دايما شارل أزنافور، مزبوط، بنسمع موريس شوفاليه، بنسمع تريني وغيرها من الاصوات الفرنسية الكبيرة يلي شكلت جزء من ذاكرتك. في حنين، في نوستالجيا، في حزن، في كآبة، كأنك أنت استسلمت لقدرك وعم بتكمل حياتك لأنه لازم تعيش، مش لأنه الحياة حلوة، مش لأنه السعادة على كل مفرق ناطرتنا. I don't think that's exactly the case. I think that you take your history with you. You take your birth, the smells of the food, the sounds of the music, the spiritual aspect of your life. You take that with you wherever you go. I don't think there's a human being that
stops their life and starts a completely new life and forgets everything that's happened in the past. جورج عندك عاطفة كبيرة تجاه أولاد أخواتك بس بنفس الوقت أنت ما عندك أولاد. عدم وجود أولاد بحياتك كان خيار شخصي. اليوم أنت في منتصف الخمسينيات 56 سنة. هل تشعر بالندم على عدم إنجابك أولاد؟ أكيد. I would be a liar if I said to you I had no regrets. I have many regrets. But the biggest regret is not to have had children. And I rationalize it that children are not yours. The children are God's children. And if you follow any religion, there is no such thing as father, son, husband, wife, if there is a heaven. So in a way, not having children has affected me in a worldly way, but hasn't affected me in an eternal way. Because I consider my brother's kids my kids. I consider my sister's kids my kids. And in many ways, I consider all of my staff here as my kids, even though some are older than me. Hmm. When my mom died, she was the third one to die. I lost my purpose. I lost my compass, because while they were alive, they were my reason to live, along with my fiance at the time. But when I lost them and I had no children, it was a very difficult moment of questioning my existence. And I learned then that sure, if I had kids, I could devote a lot of my energies to do things for them. But I find it a much larger challenge to help many people in the world, and not just two, three, or four children. Do I ever regret not having my own? Of course. But how do I compensate for it? I decide to love the universe instead, and love the people around me. I love my siblings' children like my own. And I have. جورج ميليسا هي حب حياتك لك 18 سنة معها. هذه العلاقة لم تثمر عن زواج ولا عن أولاد. كيف قدرت تحافظ على شعلة الحب هذه؟ Growing up in a family that's filled with love, I longed to find someone to love me the same way. Melissa was the first person that gave me true love. And like Jean Gabin says, when someone loves you, it's beautiful outside. We've had several years together. We haven't had children. But every single day of my life, I know I'm loved. And I know I'm cared for. And that makes a huge difference in my life and helps me get through those bad moments, those nostalgic moments, those difficult moments and challenges in life. Because at the end of the day, love conquers all. Love is what matters. And I'm fortunate to have had her in my life. And she's been with me through all these things, when Michelle passed away and my dad passed away and my mom passed away. So I'm very fortunate that she was an angel in my life that came at the right time to help me heal from all these sad moments of life. جورج احنا وصلنا لنهاية هاللقاء وهالحوار الصباحي. يعني صار في شوية دفء أكثر من قبل. مظبوط أو لا؟ بدي أطلب منك أنك تختم اللقاء على طريقتك. توقع اللقاء على طريقتك بالعربي. شو بتحب تقول بنهاية هاللقاء؟ بحب اقول انه الحياة منا هينة. منا هينة. في عندك illusions انه اذا واحد بيعمل مصاري الحياة بتكون احسن. يما اذا بتحب حدا الحياة بتكون احسن. يما اذا عندك شركة يما اذا عندك
البني آدم بيتوقع دائما أنه إذا بيعمل قصص بيكون أسعد. السعادة جوا، السعادة واحد يفهم العالم ويفهم أنه هو هون لازم يلاقي طريقه، لازم يلاقي ليش انخلق، لازم يسأل حاله ليش انخلق وشو عم يعمل هون. لما بيفهم هيدي، لما بيجرب كذا طرقات بيلاقي الطريق، بس لما بيلاقي الطريق السعادة بتجيله. والسعادة ما خص شيء بالمصاري، ما خص شيء بالكرم، ما خص شيء بالتسقف. السعادة تجي لما بتلاقي طريقك. أنا سعيد لأنه لقيت طريقي career wise. الطريق البيرسونال، الطريق الفاميلي الخاصة بعدني عم تفتش عليها؟ عم فتش على الطريق، بس الطريق هيدي الطريق اللي قاعد فيه هلا، هيدي لقيتها 100%. ان شاء الله جورج داو بتأمل تبقى هالطريق هيدي طريق مشمسة مضوية، طريق نحو الشمس لك بحياتك الخاصة وبعملك. بشكرك أنا، بشكر طبعا فريق العمل يلي ساهم بإنتاج هذه الحلقة، الفريق المؤلف من المخرج لينا إيغافيون، من الكاتبة نوار نصر، ومن جوسلين بربيري، فادي النشمي، ونجيب ديب. خبراء تابعوا قصة النجاح هذه رددوا وقالوا إرث ألدو سوف يكتب في كتاب باخوس أو باكيوس. أصدقائي المشاهدين من باسروبلس في ولاية كاليفورنيا، أنا بتشكركم وبعطيكم موعد الأسبوع المقبل بنفس الوقت. تابعونا، إلى اللقاء.